ايه يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ معانا جي تي ايه المصريه كالعاده يعني، ومفيش ماوس برضو كالعاده. وات هي مالها نصها جت سان اندرس كده؟ طب الجامعه فين؟ طب انا ختمها بالجامعه. مفيش جام. لا انتوا كده استنوا كده يا بقى يا جماعه، نحملوها من الاول بقى. 2000 years later. هو رجعنا يا باشا بعد ما حملنا اللعبه من الاول، وكالعاده يعني تاني الماوس برضو. اخر مره وصلنا تقريبا يا جماعه ان احنا عملنا مهمه بيج سموك، كانش فاضل مهمه اوجيلو. لا ما بحبهاش والله العظيم. ما رب هنعملها بقى، هنعمل ايه؟ تنسوش بقى يا جماعه اللايكات والاشتراكات كده عشان انسي اقول لكم صح، والديسكورد تحت في الوصف يعني معلش يعني. وصلنا الايجو لول اللي انا ما بحبوش. تعالى يا ده الكلام على ايه ده؟ وبس كده المفروض يعني خلصنا. طبعا المهمة اللي مش مسموع منها اي حاجة، بس اوكي اوكي نقعد نترقص بقى. بس عايزين نترقص هنا بقى. طبعا يا جماعة اللعبة كرشت، ندوسه. اوكي اوكي ياه اوكي اوكي شكرا، احنا اسفين اصلا. هيا بنا. حلو يعني. اوكي 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 يا اي حاجة يا. Let me take you into my office. العربية. اركب معايا. نهج بقى. نهج. نركب التوك توك ده لغاية اوجيلو عشان مفيش يا. وصلنا يا باشا الجروف ستريت، يلا بينا على اوجيلو. استنى بس، انا هي كل شوية ولا ايه؟ هات يا عم طيارة. بص بقى السرعة، بص 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 اوريكم على جليتش كده واحنا ماشيين كده على السريع. هدية كده مني وانت راكبين الموتوسيكل، لو تكتكتوا سحبوا قدام كده اهو كتير، اللي هو بيخلي السي جي اوف كده، لو كتير الموتوسيكل هيبقى سريع. بص من غير ما ابص كمان، من غير ما ابص. ماد دوج ميشن، يا نهار ازرق شكل المهمه دي انا عارفها. خرب بيت، ما تخافوش يا جماعه هعرف اخش، هتسلل جوه. طب ليه دخلنا بالسكينه؟ خد منه بقى السلاح، خد منه. ميتين يا جماعة ميتين.
خربها لهم بقى. انا هنا يلا بينا يا باشا، عجلة كده مستنيانا نهرب بيها. روح لأوجيلو، محبش مهمات أوجيلو دي نهائي نهائي، بس امسك الحاجة بالعجلة بكله. سلام عليكم. فكرة بقى ان هما مبيديناش حاجة على التعب ده، خلاص بعد كل مهمة يا جماعة سايب. لو عايزين يا جماعة ننزل مودرع شويات تاني ونلعبه كده كمان حلقة، قولولنا يعني في التعليقات. ده انتوا وصلتوا لحد هنا اساسا، وما تنسوش يعني انك تخش نرد على الاتصال، نقفل الاتصال في وشه. بس في هنا مهمة شكلها كده والله اعلم بتاع التيمبني، بس هو على قطر يا عم الحاج. بس كده وصلنا للتيمبني الغسيس. انا مش فاهم، هو احنا ايه اللي وداني هنا كده؟ مسيجي دلوقتي هيمشي انت موجود؟ لا سلام عليكم. عايزنا نروح ناخد ميليتوف ونولع في بيت، تخيلوا تخيل هذا الرجل غير صالح. اهرس اهرس ولا يهمك. بس هات يا باشا ميليتوف، نعمل كده نعمل كده، ارمي وش يا باشا، كله ميت جوه، شايف اي حاجة؟ بسم الله ما شاء الله، ميتين جميعا يا جماعة. بص بص الارض ما تشوفش النار، شايف اي حاجة؟ الله يخرب، ايه ده يا جماعة والنبي؟ وقت الحريق ات بعدين. طيب بعدين النار اللي هنا، انا مش شايف، انا شايف نور وبياض ابيض يعني، مش فاهم انا موت ولا ايه يا جماعة. انا مش شايف حاجة، الطريق منين؟ من هنا طيب؟ والله العظيم انا مش شايف حاجة. 2000 years later. لا اله الا الله. بس كده قرب البق. ماشي متشكرين يلا. يلا يعني نقول بقنا الحمضانين بتوعنا بقى. ناخد بس المكالمة ده على السريع نشوف اتفتح لنا ايه. سويت سويت يا باشا، اتفتح لنا يا باشا، مش عارف فين خالص كده يا باشا. بقى ايه ده الحلقة الجاية يا باشا، احنا خلاص كده خلصنا. وبس كده يا جماعة، طبعا خلصنا الحلقة دهيت. لو عجبتكم اللعبة يعني ديت، لو عجبتكم الحلقة ديت يعني عامة يعني لايكات واشتراكات، ويعني اقترحوا لي كده يعني نعمل ايه يعني في السلسله ديت، يعني نعمل مهمه ايه، ما نعملش مهمه ايه. وسيرفر الديسكورد تحت في الوصف للمعلومه، لكذا مره بقول لكم سيرفر الديسكورد تحت في الوصف، يعني ها نعمل فعاليات كده بقى وحاجات حلوه يعني، فاهم بقى يعني. ما تنسوش بقى اللايكات والاشتراكات تاني، وبس تنسوش يا باشا ان الهفره في المقشه.